ان شاء الله كاين مفاجآت ما نقدرش نقول حين داك الشيء يبقى حصري. تشوف الجواب ان شاء الله في برامج خارج المغرب، وان شاء الله كاين انجازات اخرى ان شاء الله باذن الله. كل ما هو ترابي يعني لا بلو باغ ديال لي ماغي اللي خدمنا لهم حكم التعامل بزاف مع العريسات، يعني كل شيء كيبغيو البساطه، البساطه الاكثريه العريسات البساطه، كل ما هو ناعم، والحمد لله يعني كان اقبال، ولحد الان باقي يعني كنتلقى اتصالات من المغرب وخارج المغرب الاعراس على البساطه. فرنسا، اسبانيا، وعندي قطر، وكاين دول اخرى مفاجاه. لا ما نقدرش واحد يا خصها تتشوفوا على عزيز الانسان يشوف تكون اللحظه، يعني جواد ها هو هنايا ها هو خدام، ما عنديش معك ترس الفشر. لا بيان سور تكون خليجيات، ولكن نعطيهم حكم التصوير، ما كاينش التصوير ما كاينش هذا، يعني كتخدم راهما على راسهم ثاني غير على راسنا، ماشي بحال ديالنا، والحمد لله لقاو عجبهم الحال مع جواد قنانة، عجبتهم طريقة المكياج، عجبهم المكياج الناعم حيت هما كثروا ثاني بزاف وخدمة شوية عندهم قاسحة. ما نقدرش نقول لك تيبقى ليا هذيك مسألة شخصية، ما نقدرش نقول لك، تقدر يكون تخدم تفابور ما كاينش المشكل، باش نبان بحال. الكوبل ديال مراكش الله يسهل عليهم العرس تاع الكوبل، انا كنت عندي عرس ديجا لا شفت في ستوريات عرس، وانت عرفتي بلا ما نقول لك جواد راه شوكه شوكه في حلق بزاف الناس. ما عنديش اصدقاء، ما عنديش، ما عمرك عندي صديقه نهائيا، عندي صديق اما اصدقاء ما تقصد، انا اللي ما نقصدش حتى نخرج ليه مباشره، فهمتيني، انا ما كنجاوبش وما كنهضرش وما كندقش، والناس الله يهديهم قلت لك راه شوكه جواد هو الشوكه. انا بالعكس ما جانيش تقليد، انا جاتني كاول واحد تيقوم بديك المبادره الخيريه، عجبني الحال ان الناس ولات فيهم النفس، يعني ولاو حتى هما كيديروا اعمال خيريه، والحمد لله الا بقاو هكا كل مره فنان كل مره فنانه كل مره محامي كل مره طبيب كل مره، هذا راه شي حاجه راه حتى البلاد عاد تزيد لقدام. انا القلب الابيض جواد، القلب الابيض جواد، ديما مصالح مع راسو مصالح مع ذاته، تنخلي الاختيار ليهم حيت هما اللي كل ساعه كيهضروا، هما اللي كل ساعه كيجبدوا جواد، هما اللي كل ساعه ما سوقيش فيه كل ساعه، انا مسامح غدا قدام الله كل واحد ياخذ العقاب ديالو والحساب ديالو، الا كنت انا ظالم راه الله يخلصني، كان الانسان الشخص الاخر ظالم راه الله يخلصه.